صاحبه تجر الرياح بما لا تشتهي السفن. قال المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجر الرياح بما لا تشتهي السفن. وأنا أقول: لم يبق شط إليه ترجع السفن، ولا مطار عليه يهبط الشجر. لا شيء إلا أماننا تصبرنا، الحمد لله لا حول ولا قوة. خذلت يا شام يا أمي ومرضعتي ومسقط الحب، ماذا يا ترى الزمن؟ إني لا أخجل من كوني بقيت على قيد الحياة وأمي لفى الكفن. إني لا أخجل من كوني بقيت على قيد الحياة وأمي لفى الكفن. بما التعلل قلبي صار ينكرني، سلم على الموت فيه العيش والسكن. فكيف أحيا وتحت الأرض أوردا، وفي التراب من الأحباب لي مدن؟ وأين أذهب؟ كل الأرض ترفضنا وتذرينا، كل الأرض تمتهن، ونحن من نحن؟ نحن الشمس فوقهم، ونحن ما نحن؟ نحن العين والأذن، كل الخرائط جزء من خريطتنا، فكيف تعلو على أسيادها الجبن؟ أيها الموت، ما أحلاك من وطن لمن أتاك شهيدا، جرحه الوطن وتحت حنطة وقلبي في أزقتها، وذكريات وروح عافها البدن. وصرت أشكو لربي ضيق دامعتي، أما بنفسي ولا يمسك الحزن. كل الذين تأملنا من وفرتهم لما تخلوا، فسجل أيها الزمن، كل الذين تأملنا من وفرتهم لما تخلوا.